No, 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 no. متابعي الكرام، كما تابعتم معنا اطوار هذه المقابله اللي عرفت يعني امور اللي هي في بدايتها كانت كتعتبر طريفه، ولكن من بعد فهي مهزله. ان حكم مقابله بعد جدل في المقابله، في اطار مقابله كاين جدل انه اعلن على ضربه خطا خارج مربع العمليات، وكيجي حكم الشرط اللي كيصحح له الخطا وكيعلن على ضربه جزاء بعد يعني بعد هذا الجدل. هذا الحكم يامر مندوب مقابله والسلطات الامنيه بطرد كل من يتواجد في الملعب بما في ذلك نحن كصحافه معتمده. وهذه نازله غريبه جدا، لم نعرف مثيلا لها، الله اعلم. يعني امور اللي هي غريبه جدا. انا برايي المسؤول الاعلامي لفريق شباب العرائش هو كذلك تغادر الملعب. يعني معنا الاخ ابراهيم هو المسؤول الاعلامي لفريق شباب العرائش. شنو يمكن لك تقول لنا على هذا المهزله اللي تابعنا في هذه المقابله، خصوصا من الطاقم التحكيمي ديال المقابله؟ كما كتشوفوا انتم كنتوا دايرين مباشر وكل على الاعين ديالكم ان الحكم صفر خطا. المره الاولى كان كيشير بانه خارج الشرطه، دازت واحد الوقت تمشيو اللعابه ديال الاجاكس عنده ودازت واحد الكلام هذا في الاخر، قال بان دار بواحد بيدو بواحد هذا دار الفار، قال لك الفار عرفتي فين هو هذا الفار، فين هو ما عرفتي فين هو، مي شاد الفار فين هو الفار، انا بغيت نعرف فين هو الفار في واش كاين شي فار، ما فهمتش هذا الفار. وانتم كنتوا دايرين المباشر ديالكم وكان كيشير بان خارجه، كان كيشير بيدو انا خارج مور الشرطه، يعني خطا مور الشرطه بصح كاينه فلطه ولكن خارج الشرطه، ولكن بقات ومشى الحكم لعندو ديال الوسط ما عرفش شنو قالوا، دلوا الحكم ديال الوسط هو اللي شار بيدو بانها ممكن ان حكم نو 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 هذه دازت نص ساعه على ما اظن في المقابله، فكان واحد الخطا اللي كان قام به على ما اظن عثمان من لاعب شباب العرائش، جاي يقلب على لي كارت ديالو ما عندوش لي كارت، حتى حكم الشرط ديال الجهه ديال اليمنى انه مشى لغرفه الملابس ديال التحدي التحكيم وعاد ماشي يجيبوا لي كارت ديالو لانه نساهم في غرفه الملابس، على ما اظن كان بينهم مع الفار، كانوا كيترينيو على الفار هذه. هادشي اللي كيبان لي بحال هذا ما عنده حتى شي تدخل، لانكم انتم اولا كنتوا الفوق، يعني ما تكلمتم لا مع حكم لا مع مندوب، يعني كتقوموا بالتغطيه ديالكم كاعلاميين عاديين محايدين، لان فاجر سبور كتقوم بالتغطيه في قنيطره في جميع المدن، فهمتيني؟ يعني محايدين وكتقوموا بالتغطيه ديالكم عاديه، كاينه واحد الاعلامي ديال الاجاكس طنجه وانا كذلك حتى هو، وانا كنت كندير الصور ديال اللاعبين وكذلك طرد رئيس الفريق بدون اشهار اي ورقه. هذا هو الغريب في الامر انه طلب من الرئيس الخروج من الملعب بدون اشهار اي بطاقه. حتى هو ما دار والو، كان جالس هبط حتى هو قال لك كلشي خرج، هما كلشي خرج باش يديروا اللي بغاو في الملعب، يديروا يسفروا اللي بغاو ويديروا اللي بغا، حتى واحد ما يقدر يشوفهم ولا يفضحهم ولا شي حاجه. كونوا الحكام موازنين، مع العلم ان ما نقولوش بان جميع الحكام، كاين الحكام اللي جاو هنايا وصراحه حكام في المستوى، يعني ما نقدرش نقول لك لا جميع الحكام كيقوموا بهذا يعني التبهدله هذه، ولكن كاينه حكام في المستوى كيجيو يقوموا بالتحكيم صراحه، وكنحييهم على الاجتهاد ديالهم لان